ما الذي يحدث في جنوب لبنان؟ أحمد سنجاب يجيب حول هذا التساؤل لأنه معنا الآن في بيروت مباشرة. أحييك أحمد، إذن هل لك أن تحدثنا عن جديد المشهد لديك وخاصة في التوتر الحاصل حاليا في جنوب لبنان، هذا التصعيد الذي يحدث ما بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، تحياتي لك في البداية. التوتر اليوم محصور في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وتحديدا في المنطقة الساحلية، إذ في السادسة إلا بضعة دقائق صباح اليوم أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عملية عبر مسيرة باتجاه موقع عسكري إسرائيلي مستحدث يسمى موقع إيمان، والذي يبعد عن الحدود بضعة كيلومترات، أي أنه خارج القواعد أو خارج المناطق التي يتم استهدافها بشكل يومي في الجنوب اللبناني. وتقريبا في السابعة ونصف كانت هناك غارة جوية إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة في منطقة الناقورة التي تقع من محاذاة الموقع العسكري الإسرائيلي الذي تم استهدافه. تم استهداف هذه السيارة بصاروخين مما أسفر عن مقتل من كانوا بداخلها. حزب الله نعى منذ صباح اليوم وحتى الآن 6 من عناصره في الجنوب اللبناني جراء القصف الإسرائيلي، سواء الغارة التي استهدفت السيارة أو سواء أيضا قصف مدفعي وقصف بالدبابات على منطقة عيت الشعب التي تقع في الجهة الوسطى ما بين القطاع الأوسط والقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وهي أيضا في مقابلة موقع الإسرائيلي يسمى موقع جن العلام الذي تم استهدافه أيضا من قبل حزب الله. وبالتالي التوترات اليوم متصاعدة من عبر استخدام المسيرات من قبل حزب الله في استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، وأيضا عبر عودة سياسة الاغتيالات أو تكثيف سياسة الاغتيالات من خلال قيام استهداف أقام إسرائيل باستهداف سيارة بصواريخ في القطاع الغربي والقطاع الشرقي، وخصوصا أن هذه المنطقة كانت آمنة في الوقت السابق لكونها مسار لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تقع في الناقورة، وحيث يبعد الحادث الذي وقع اليوم بضعة كيلومترات قليلة عن مقر قيادة قوة الأمم المتحدة. هل اليونيفيل كان لها ردة فعل يعني في هذا السياق إطار ما حدث من هذا الاستهداف لأنها تتواجد في هذه المنطقة؟ لم يحدث أي رد فعل حتى الآن من قبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وخصوصا أن هذه الغرب بالفعل تقع على مسافة قريبة من مقر قيادة الأمم المتحدة أو مقر قيادة اليونيفيل، ولكن ربما جرى اعتياد على استهداف مناطق محيطة بمقر اليونيفيل في الجنوب، ولكن كان الاستهداف عادة يكون في المناطق المتاخمة للحدود ويكون بالقصف المدفعي الموجه أو بالأسلحة الرشاشة في عمليات تمشيط مستمرة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم استهداف سيارة على طريق دولي ساحلي أو طريق ساحلي رئيسي يربط ما بين مدينة صور ومقر قيادة قوة الأمم المتحدة المعقدة في لبنان عبر مسيرات بصواريخ بهذه الطريقة. فبالتالي هي عملية نوعية، هي الأولى من نوعيها في الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات في الثامن من أكتوبر الماضي. بالضرورة سوف نكون معك عندما يحدث جديد على هذا الصعيد. أشكرك للآن أحمد سنجام، كنت معنا في بيروت.